الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن المحاضرة التي ألقيها في هذا المسجد كما هو معلوم تتعلق بأربع وصايا للشباب، أربع وصايا للشباب، وهي بالحقيقة للجميع، ولكن الشباب بوجه خاص. فهذه الوصايا الأربع التي سيكون الحديث حولها: الأولى هي تقوى الله عز وجل، والثانية التفقه في دين الله عز وجل، والثالثة الحث على الزواج لمن تمكن منه، والرابعة لزوم منهج السلف الصالح في العقيدة والعمل. هذه أربع وصايا سيكون الحديث حولها. أما الوصية الأولى وهي تقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين، هي الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي الوصية العظيمة التي من أخذ بها سعيد في الدنيا والآخرة، ومن التزم بتقوى الله فإنه يسعد في دنياه وفي أخرى. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية فيه منه، وذلك بامتثال ما أمر به والاجتناب عما نهى عنه. الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر، والانتهاء عما جاء في الكتاب والسنة من النواهي، مع التصديق بالأخبار التي أخبر الله تعالى بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة ولأن الدين أخبار وتكليفات وأوامر ونواهي. والله عز وجل يقول: وقد أتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. فواجب كل مسلم أن يلتزم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائما وأبدا ملتزما بتقوى الله، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. والله سبحانه وتعالى وعد من اتقاه بأن يثيبه وأن يحقق له ما يريد من خير الدنيا والآخرة، وقد جاء في آيات كثيرات الدلالة على عظم أجر التقوى وعلى عظم ثوابها، وأن من وفقه الله عز وجل للتقوى فإن الله تعالى يثيبه في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبين سبحانه وتعالى أن تقوى الله عز وجل هي سبب حصول الرزق من حيث لا يحتسب، وهي سبب الخروج من المآزق والسلامة من الأضرار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول أيضا بعد تلك الآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن تقوى الله هي السبب في تيسير الأمور، وكون الإنسان تكون أموره ميسرة وتتحقق له مصالح الدنيا والآخرة، إنما ذلك بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم بعدها الآية التي بعدها يقول:
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. فتقوى الله عز وجل هي سبب أو هي التي يكون بها حط الخطايا وتكفير السيئات، وهي التي يكون بها إعظام الأجر ورفعة الدرجات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، فيحصل السلامة مما هو ضار ويحصل الظفر بما هو نافع. وهذه آيات ثلاث متوالية في سورة الطلاق ختمت ببيان ثواب التقوى وعظم شأن التقوى. الأولى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم بعدها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم بعدها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في هذه الآيات الكريمات الثلاث المتواليات لسورة الطلاق فيها بيان عظم الأجر والثواب لمن وفقه الله عز وجل لتقواه للزوم طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول سبحانه وتعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فبين سبحانه وتعالى أن تقوى الله يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل ومعرفة الحق والهدى، وكون الإنسان ييسر الله له أن يكون عارفا بالحق فيسير إلى الله على بصيرة وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من يتق الله يجعل له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فيقدم على ما ينفعه ويبتعد عما يضره وعما يعود عليه بالعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن تقوى الله عز وجل هي سبب تحصيل العلم النافع الذي به يسير الإنسان إلى الله عز وجل على بصيرة. وإذا فواجب كل مسلم أن يكون حريصا على أن يكون ملتزما بتقوى الله، محافظا على طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مبتعدا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله وعن كل ما يعود عليه بالمضرة. وإذا وفق الله عز وجل العبد لأن يكون على التقوى من بداية أمره ووفقه إلى أن يستمر على ذلك إلى نهايته وإلى خاتمة حياته، فإن هذا هو الدليل على سعادة الإنسان وعلى أن الإنسان هدي للصراط المستقيم. إذا وفق لذلك من أول أمره واستمر على ذلك حتى توفاه الله، فهذا هو الذي سعد في دنياه، وهذا هو الذي وفق لأن يعمر حياته بما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالنفع. وقد جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في بعض الأحاديث الصحيحة ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيهم شاب نشأ على طاعة الله عز وجل، وفيهم شاب نشأ على طاعة الله عز وجل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله، وفيهم شاب نشأ على طاعة الله. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا وفق وحرص على أن يكون من الموفقين فالتزم بتقوى الله ومن أول أمره واستمر على ذلك حتى توفاه الله، فإن هذا هو الذي ظفر بتوفيق الله عز وجل، وهذا هو الذي سعد في دنياه وفي آخرته. وذلك أن الإنسان إذا وفق لأن تكون حياته معمورة بتقوى الله من أول أمره إلى نهاية أمره، فإن هذا يكون أخذ بأسباب السعادة ويكون عمل الأعمال
التي يثيبه الله عز وجل عليها وتكون حياته كلها أعمال طيبة، ويثيبه الله عز وجل على تلك الأعمال فيكون ذلك رفعة في درجاته وعلوا في منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وإذا فوصيتي لكل شاب أن يحرص على أن يكون أحد هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله، بأن يحرص على أن تكون حياته من بدايتها معمورة بتقوى الله عز وجل، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ليكون ليظهر بالسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. هذه هي الوصية الأولى من الوصايا الأربع التي هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي للشباب ولغير الشباب، ولكن الوصية للشاب بأن يحرص على أن تكون حياته من بدايتها إلى نهايتها معمورة بتقوى الله سبحانه وتعالى، ليحصل الأجر والثواب ولتكثر حسناته ويكثر الثواب الذي يثيبه الله عز وجل إياه على تلك الأعمال الصالحة التي حصلت في هذا العمر المبارك وفي هذه الحياة المباركة المعمورة بالتقوى. الوصية الثانية التفقه في دين الله عز وجل، التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن التفقه في الدين هو الأساس الذي يبنى عليه العمل، وهو الأساس الذي يكون الإنسان مشى على صراط مستقيم وعلى جادة. إذا لم يكن متفقها في الدين تكون أعماله قد تكون مبنية على جهل ومبنية على غير علم، لكنها إذا كانت مبنية على علم وعلى فقه في دين الله سبحانه وتعالى فإن هذا يكون عمله عملا صالحا مبنيا على علم نافع، فيكون سالكا إلى الله عز وجل على هدى وعلى صراط مستقيم، ينفع نفسه وينفع غيره، ينفع نفسه بأن يعمل صالحا لأنه عرف الحق بالتعلم وبالتفقه في دين الله عز وجل، وينفع غيره بأن يدعوه وأن ينفعه كما نفع نفسه فيكون بذلك مفيدا مستفيدا هاديا مهديا يسير إلى الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فواجب الشاب المسلم وكذلك غيره أن يحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعنى بشغل وقته فيما يعود عليه بالخير في التفقه في الدين وفي تعلم العلم النافع الذي تعود عليه فائدته وثمرته في الدنيا والآخرة. فالتفقه في دين الله عز وجل هذا لا بد منه لكل إنسان يريد الخير لنفسه ويريد سعادة الدنيا والآخرة، لا بد له من التفقه في الدين. والتفقه في الدين يكون بالحرص على حضور مجالس العلم ومجالس التدريس التي يدرس فيها العلم ويفقه فيها في الدين. يحرص الشاب وغير الشاب على ملازمة تلك الدروس وعلى ملازمة تلك المجالس، وكذلك حضور المحاضرات النافعة المفيدة التي تعلم علما نافعا وتراقب في علم نافع. يحرص على حضور تلك الدروس وعلى حضور تلك المحاضرات ويستفيد منها. ثم أيضا إذا تيسر له أن يدرس ببعض المؤسسات العلمية التي تعنى بتدريس العلم النافع وتبصير في دين الله عز وجل، فإن هذا من أسباب تحصيل العلم ومن وسائل تحصيل العلم. فيحرص على أن يحضر دروس العلم في المساجد، وكذلك إذا تمكن من الدراسة في المؤسسات العلمية كالمعاهد العلمية والجامعات الإسلامية التي تبصر في دين الله والتي تفقه في دين الله عز وجل، فإن هذا من وسائل أو من الأسباب التي يظهر الإنسان بها بمراده. ف
ثم يكون ذلك أيضا أي التفقه في دين الله عز وجل بالحرص على معرفة الأحكام الشرعية في عبادته وعمله، بحيث يسأل في عن المسائل الشرعية ويرجع إلى العلماء ويستفتيهم ويحرص على معرفة الحق والهدى عن طريق كثرة السؤال في المسائل العلمية وفي الأمور التي تجري للإنسان، فيذاكر بالعلم ويسأل، يذاكر أمثاله ويذاكر زملائه ويسأل الشيوخ ويسأل العلماء عما يحتاج إلى معرفته وعما يشكل عليه. وبهذه الطريقة وبهذا السلوك هذا المسلك يظهر الإنسان بتحصيل العلم وبالاستفادة من العلماء. ثم أيضا من ذلك الحرص على اقتناء الأشرطة النافعة المشتملة على الدروس العلمية وعلى المحاضرات النافعة التي قد لا يتيسر الإنسان أن يحضرها وأن يسمعها، ولكنه بحمد الله يتمكن من الحصول عليها بتلك الأشرطة التي تكون معه ويستفيد منها ويفيد في أي وقت شاء وفي أي حالة يكون عليها، فإنه يتمكن من الاستفادة منها. وكذلك أيضا يحرص على متابعة إذاعة القرآن الكريم، فإنها مشتملة على دروس مشتملة على دروس ومشتملة على كلمات ومشتملة على فتاوى ومشتملة على سماع كلام الله عز وجل ومشتملة على خير كثير، فيحرص الإنسان على متابعتها والاستفادة منها. فهذه كلها من أسباب ومن وسائل تحصيل العلم النافع الذي يعود على الإنسان بالخير. ومن ذلك أن يحرص على اقتناء الكتب النافعة المفيدة التي يقرأها ويستفيد منها في أوقاته المختلفة، يحرص على اقتنائها ويحرص على قراءتها والاستفادة منها. فكل هذه وسائل وكل هذه أسباب تجعل الإنسان يحصل علما نافعا ويستفيد علما نافعا يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. وقد جاء في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على فضل العلم وعلى عظم ثواب أهله وعلى علو منازلهم وعلو درجاتهم، فيحرص الإنسان على أن يكون ممن له عناية في تحصيل العلم النافع حتى يستفيد في دنياه ويستفيد في أخرى، يستفيد بنفسه ويفيد غيره، فيكون سائرا إلى الله عز وجل على حق وهدى. وقد جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحديث المتفق على صحته من حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث يدلنا على أن التفقه في دين الله من علامة إرادة الله الخير بالعبد، وذلك لأنه بسلوك هذا المسلك يعرف الحق والهدى فيعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إذا سلك طريقا يوصله إلى تحصيل العلم النافع فإن الله تعالى يجازيه بأن يهيئ له الطريق الذي يوصله إلى الجنة والذي يؤدي به إلى الجنة، فيكون الجزاء من جنس العمل، سلك طريقا فيه خير ويوصله إلى خير والله عز وجل يجازيه ويثيبه بأن يهيئ له الطريق الذي يوصله إلى الجنة والذي يؤدي به إلى الجنة. وذلك أن تحصيل العلم النافع والعمل به يؤدي إلى الجنة، لأن الجنة السبيل الوصول إليها علم نافع وعمل صالح، عمل صالح مبني على علم نافع. وكذلك جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما
ويضع به آخرين، يعني كتاب الله عز وجل، فإن الاشتغال به والعناية به فيه رفعة الدرجات وعلو المنزلة علو المنازل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان له أمير على مكة، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال له: من أنبت عنك في أهل مكة؟ فقال: أنبت فيهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليه مولى؟ قال: نعم، إنه عالم بكتاب الله، عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالإنسان إذا تفقه في دين الله وتفقه في شرع الله فإن هذا هو سبب رفعته وعلو درجته في الدنيا والآخرة، وإذا كان بخلاف ذلك وأعرض عن الكتاب والسنة فإن هذا هو سبب حرمانه وسبب خذلانه، كما جاء في هذا الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، هو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه من تلاوته حق تلاوته والتفقه فيه وتدبر في معانيه والعمل بما جاء فيه امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، فإن الإنسان إذا كان كذلك وإذا عمل بذلك فإن الله تعالى فإنه يكون حجة له، حجة له يوم القيامة. وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون حجة عليه، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، ومن حديث طويل أولها طهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وفي آخره: والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحاصل أن قوله هو القرآن حجة لك وعليك يبين ويوضح معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن كان القرآن حجة له، فمن كان القرآن حجة له فإنه حصلت له الرفعة وحصلت له السلامة وحصل له علو المنزلة، ومن كان القرآن حجة عليه فهذا هو الذي وضعه الله بالقرآن، لأنه أعرض عن القرآن ولم يهتدي بما جاء بالقرآن من الحق والهدى. وكذلك أيضا بيّن عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بيان عظم العلماء، عظم شأن العلماء وعلو منازلهم وأنهم ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. فالإنسان الذي يوفقه الله عز وجل للتفقه في دين الله ولتعلم العلم النافع يكون من أهل هذا الميراث الذي هو أجل ميراث وأعظم من الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا أجل ميراث وأعظم ميراث. فمن وفقه الله عز وجل بالتفقه في دين الله وتعلم العلم النافع فإنه يكون له نصيب من ميراث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى جعل الأنبياء ميراثهم الحق والهدى، ما جعل ميراثهم الأموال كغيرهم من الناس. الناس يورثون الأموال ولا يرثهم إلا ورثتهم وأقربائهم، أما الأنبياء فإنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، بل إن ما يتركونه من الأموال لا يكون لورثتهم وإنما يكون صدقة في سبيل الله عز وجل، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ولكن الميراث الذي يورثه الأنبياء هو العلم النافع، العلم النافع، والذين يأخذون بهذا العلم ويتعلمون هذا العلم هم ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإذا فطالب العلم الشاب وغير الشاب عليه أن يحرص أن يظفر بنصيب كبير من هذا الميراث، وأن يكون من أهل هذا الميراث، وأن يكون ممن يعنى بطلب العلم والاشتغال به حتى يكون من أهل هذا الميراث.
ومن ذلك أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دعا لمن أخذ سنته وحفظها وتفقه فيها، دعا بدعوة عظيمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعام سامع، ورب حمل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه دعوة ودعاء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله من يحفظ حديثه ويعمل به ويدعو إليه ويتفقه فيه ويبصر الناس فيه، فإن هذه دعوة كريمة من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي يوفقه الله عز وجل لأن يتفقه في دين الله وأن يعنى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما، فإنه يكون له نصيب من هذه الدعوة العظيمة، فيحرص الشاب وغير الشاب على التفقه في دين الله حتى يكون له نصيب من ذلك. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن تعلم كتاب الله عز وجل وعلم كتابه وعلم كتاب الله، ومن اشتغل بكتاب الله تعلما وتعليما فهذا هو الذي ظفر بالخيرية وظفر بالرفعة وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث صحيح رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وإذا فهذه حديث حديدة صحيحة ثابتة عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيها بيان فضل العلم وعظم شأن أهله وعلو منازلهم، وأن الإنسان الحريص على سعادة نفسه وعلى نجاتها عليه أن يتفقه في دين الله وأن يعنى بالتعلم بشرع الله وأن يعنى بتعلمه وتعليمه، يتعلم ويعلم فيستفيد ويفيد ويهدي ويهتدي. هذا هو الواجب على كل إنسان ناصح لنفسه سواء كان شابا أو غير شاب. هذه هي الوصية الثانية. أما الوصية الثالثة فهي الحث على الزواج، فإن الشاب إذا بادر إلى الزواج حيث كان مقتدرا عليه فإنه يكون أحسن نفسه وغض بصره وابتعد عن أن يتعلق قلبه أو بصره بالأمور المحرمة التي تفضي به إلى الدمار وتفضي به إلى الخسران. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب وخصهم بهذا الخطاب، وما ذاك إلا لما عندهم من القوة ولما عندهم من شدة الحاجة إلى ذلك، فأرشدهم وحثهم على إلى المبادرة بالزواج إذا استطاعوا ذلك ومتى قدروا على ذلك، وبين الحكمة في ذلك والفائدة من ذلك، وهي أنه أغض لأبصارهم وأحسن لفروجهم بحيث يبتعدون عن الوقوع في الشهوات التي توصلهم التي تفضي بهم إلى النار. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. ومن المعلوم أن من أعظم الشهوات وأشدها هي شهوة النساء، كما جاء في القرآن الكريم: زين الناس حب الشهوات من النساء. ومن المعلوم أن الإنسان إذا لم يتزوج فإن الشيطان قد يوقعه في ما يعود عليه بالمضرة، ولكنه إذا بادر إلى ذلك أغنى نفسه وأعف نفسه وأحسن فرجه وغض بصره وصار بعيدا عن أن يقع في حبائل الشيطان وأن يقع في المزالق وأن يقع في المهالك. ومن المعلوم أن فتنة النساء هي أعظم فتنة خشيها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث قال كما جاء في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الإنسان إذا تزوج
وبادر إلى الزواج إذا كان قادرا عليه فإن هذا يكون أبعد من أن يتعرض لهذه الفتنة وأن يقع في هذه الفتنة التي خشيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي أضر فتنة خشيها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل أمته، حيث قال ما تركبان فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن المعلوم أن فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفتنة التي خشيها على أمته والوقاية من أن يقع في أمور تعود عليه في المضرة بأن ينظر إلى حرام أو يتطلع إلى حرام أو يقع في حرام، وإنما يبادر إلى الحلال حتى يستغني بالحلال عن الحرام، وحتى يعف نفسه، وحتى يحسن فرجه، وحتى يغض بصره. فإن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما رغب في الزواج وحث عليه وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، بين الحكمة والعلة في ذلك فقال فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. ثم إن أنه لما كان ليس كل يستطيع الزواج وليس كل يتمكن من الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع أن يتزوج إلى ما يكبح جناح الشهوة وإلى ما يضعف الشهوة عند الإنسان، وذلك بأن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة هي قربة وفي نفس الوقت هي حمية وهي الصيام، حيث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع أي الزواج فإن عليه أن يصوم وأن يحرص على الصيام وأن يكثر من الصيام الذي يكون به كثر حدة الشهوة والذي يكون فيه إضعاف الشهوة لدى الإنسان، عليه أن يصوم. ثم بين علل ذلك بقوله فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء، مثل الخصاء الذي يكون الإنسان بحيث يعني تضعف الشهوة فيه ولا يكون له حاجة إلى النساء، فإن من يسلك هذا المسلك ويعمل هذا العمل يكون حصل فائدتين، فائدة علاجية وفائدة فيها يعني حصانة له وفيها إبعاد له عن الوقوع في المحرم، وفي نفس الوقت هي قربة في الله عز وجل وهي تقرب للصوم الذي أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل، والذي جاء حديث كثيرة تدل على عظم فضله وعلى عظم جزائه عند الله عز وجل. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. فإذا الشباب منهم من هو قادر ومنهم من هو غير قادر، فمن يقدر عليه أن يبادر كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أول الحديث، ومن لم يقدر فإن عليه أن يحرص على التنفل وتقرب إلى الله بالصيام، لأن فعله هذا يقربه إلى الله عز وجل ويرفع درجته عند الله، وفي نفس الوقت أيضا يكون له حماية ويكون له وقاية من أن يقع في المزالق وأن يقع في المهالك بأن يتعرض لما يعود عليه بالمضرة. هذا التوجيه الكريم من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيه الخير كل الخير، وفيه السلامة من الوقوع في المحرمات التي تفضي إلى النار والتي تنتهي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أما الوصية الرابعة فهي لزوم منهج السلف في العقيدة والعمل، لزوم منهج السنة والجماعة سلف هذه الأمة في العقيدة والعمل، فيكون الإنسان على منهج قويم وعلى صراط مستقيم. ذلك المنهج هو الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم ومن سار على منوالهم، هذا هو الحق والهدى الذي على الإنسان أن يعنى به وأن يحرص عليه بأن يكون ملتزما لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم ومن سار على منوالهم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحث على سلوك هذا المنهج وعلى سلوك هذا المسلك، ومن ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم
عليه الصلاة والسلام وأعطى أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يوصيهم أوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمره. أي وإن تعمر عليكم عبد، وذلك لما في لزوم الجماعة واتفاق الكلمة من الخير وما فيها من الاجتماع والبعد عن التفرق، ولما فيها من السلامة من الفوضى والاقتتال وإهلاك البعض للبعض الآخر. كل هذا يكون بلزوم الجماعة واتحاد الكلمة. ولهذا قال وإن تأمر عليكم عبد، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا، والاختلاف ليس بقليل بل هو كثير. ومن المعلوم أن الاختلاف لا بد فيه، لا بد عنده من وجود طريق مستقيم ومن وجود مسلك من أخذ به سلم ونجا. فأرشد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسلك وإلى هذا المنهج عندما يكثر الاختلاف بلزوم ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل يا رسول الله وماذا تأمرنا به أمام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام بقوله فعليكم بسنتي. إذن إذا كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فسرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه أصحابي، وفي بعض الروايات قال الجماعة. فدل هذا على أن هذه الفرقة الناجية هي التي كانت على نهج الرسول الكريم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن ما خرج عن هذا المنهاج فإن هذا يفضي به إلى الهاوية ويفضي به إلى النار، ولا تحصل السلامة إلا بسلوك ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإذن فاتباع ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباع ما كان عليه السلف وهذه الأمة هذا هو طريق السلامة وهذا هو طريق النجاة. فطالب العلم والشاب وغير الشاب يحرص على أن يكون منهجه وأن يكون مسلكه تابعا لهذا المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه بذلك يسلم من الانحراف ويسلم من الخسران ويسلم من خسارة الدنيا والآخرة، لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيرة باتباع ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وقد جاء عن الصحابة الكرام وعن غيرهم ممن تبعهم بإحسان الحث على سلوك هذا المسلك وبيان أن هذا هو الطريق المستقيم الذي من أخذ به فإنه اهتدى
ومن حاد عنه ضل. فقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإذا فلا سبيل إلا إذا أخذوا بما صلح به الأولون، والأولون هم الصحابة ومن بعدهم ومن سار على منهاجهم ومن والهم. ومعلوم أن صلاحهم إنما كان بلزوم المنهج الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ظهر من مكة والمدينة، المنهج الذي ظهر من مكة والمدينة هذا هو المنهج القويم الذي جاء، الذي من أخذ به سعد وغفر بسعادة الدنيا والآخرة. فجاء عن مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وجاء عنه أيضا أنه قال: ما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وإذا فالحق والهدى هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فيحرص الإنسان على سلوك منهجهم وعلى سلوك طريقتهم في العقيدة والعمل. في العقيدة يعتقد ما اعتقدوا، ومن المعلوم أن عقيدتهم في الإيمان بالله عز وجل هي اتباع الكتاب والسنة ولزوم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فهم يأخذون بما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا يشرك مع الله غيره ولا يصرف لغير الله عز وجل شيء من أنواع العبادة، بل كلها يجب أن تكون خالصة لوجهه مطابقة لسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون المعتقد مبنيا على هذا المنهج وعلى هذا المسلك الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ومعلوم أن مسلكهم في العقيدة هي اتباع ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي العمل اتباع ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهم يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وأنه المستحق للعبادة، وأنه لا يعبد مع الله غيره، وكذلك يثبتون له ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فعقيدتهم تابعة للكتاب والسنة ومستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف الفرق التي انحرفت عن جادة الكتاب والسنة، فإنها ما تلقت عقيدتها وما تلقت منهجها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقتها من أقوال الرجال ومن آراء الرجال ومن الأفكار والآراء التي جاءت من هنا وهناك. أما من اتبع الكتاب والسنة فهذا هو الذي سلك المسلك الحق في العقيدة والعمل. وكذلك بالنسبة للعمل يكون أيضا وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. ما يعرف يتعلم العلم النافع فيعرف ما هو الحق والهدى وما هو الحلال والحرام، وما الذي جاء به الشرع بأنه يفعل، وما الذي جاء الشرع بأنه يبتعد عنه ويجتنب. فيمتثل الإنسان ما أمر الله تعالى به ورسوله وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله، فيكون عمله مطابقا للكتاب والسنة، ويكون عمله مبنيا على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا فواجب الشاب وغير الشاب أن يكون منهجه وأن يكون حريصا أن يكون منهجه على وفق الكتاب والسنة، وأن يكون حريصا على معرفة ما جاء في الكتاب والسنة ليكون سائرا الله عز وجل على بصيرة، فتكون عقيدته مبنية على اتباع ويكون عمله مبنيا على اتباع، لا يضل في عقيدته ولا يضل في عمله، وإنما يكون مهتديا في عقيدته وعمله، ولا يكون مهتديا في عقيدته وعمله إلا إذا اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وعلى طالب العلم سواء كان شابا أو غير شاب
أن يحرص على سلوك هذا المسلك، وأن يحذر من أن يقع في المناهج المنحرفة والآراء المختلفة التي لم توفق لأن تكون على هذا المنهاج وأن تكون على هذا المسلك القويم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أعظم ما يعنى به وما يهتم به التوحيد والعقيدة الصافية النقية المستمدة من الكتاب والسنة، فهي التي يحرص على تعلمها وعلى تعليمها وعلى تفقيه الناس فيها، لأن الناس إذا تفقهوا في التوحيد يكونون عبد الله عز وجل على بصيرة، ويكونون ساروا إلى الله عز وجل على بصيرة. فمنهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هو أنهم يعنون بعبادة الله عز وجل، ويعنون بما يقرب الله عز وجل، ويعنون بإخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المنهج القويم الذي من أخذ به فإنه يظهر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه فإنه بحسبه يعني يخسر والتفاوت بالخسران ويحصل التفاوت بالخسران بحسب القرب والبعد من المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فواجب المسلم سواء كان شابا أو غير شاب أن يكون حريصا على معرفة ماذا قال الله وماذا قال رسوله، ما هو الحكم الفلاني، ما هو الحكم في المسألة الفلانية، ما هو الحكم الشرعي في المسألة الفلانية، ما هو الدليل من كتاب السنة على المسألة الفلانية. هكذا يجب أن يكون المسلم على 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 هذه الطريقة، يحرص على معرفة الحق والهدى ليسير الله عز وجل على بصيرة. ولا يسلك مسلك السلف الصالح إلا إذا عرف طريقتهم وعرف منهجهم، وطريقتهم ومنهجهم إنما تعرف بالتعلم والتفقه في الدين وبالرجوع إلى العلماء الذين عندهم معرفة في الدين والذين عندهم تمكن في معرفة دين الله عز وجل، فيرجع طالب العلم إليهم يستفيد منهم ويتعلم منهم. هذه وصايا أربع للشباب وهي لغير الشباب أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يسير الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبياء ورسل نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ على هذه الوصايا خير الجزاء، فلقد جمع فأوعى. أما بالنسبة للأسئلة فهي كثيرة جدا، ولكنني أشعر أن عقارب الساعة لاحقني نظرا لضيق الوقت، ولأن شيخنا الفاضل على سفر بعد صلاة العشاء، ولذلك معذرة عن عرض بعض الأسئلة لأنني أجد أن بعض الإخوة ملحون في عرض أسئلتهم والبعض يطلب عدد حدها، لكنني أجد أنني مضطر إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر مع شيخنا الفاضل حتى نعرض عليه أسئلتكم المفضلة، ولذلك سنحرص على عرض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع الذي طرحه شيخنا الفاضل. هذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، كيف يستطيع المرء أن يصل إلى درجة التقوى، وما هي الوسائل المعينة على ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا بينت في المحاضرة أن تقوى الله عز وجل تكون بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في دين الله عز وجل، بحيث يعرف الإنسان المأمور فيتقي الله بفعله
ويعرف المحظور فيتقي الله بتركه، لأنه كما أشرت آنفا أن التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وتلك الوقاية إنما تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. فتقوى الله عز وجل تحصل للإنسان بأن يعرف الحق والهدى بالتعلم لذلك، وأن يمتثل ما أمر الله به ونهى وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بإيجاز بأن يعرف الحق فيسير الله عز وجل وفق ذلك الذي عرفه من الحق، فيمتثل المأمورات وينتهي عن المحظورات. فهذه هي التقوى، وهذه هي الوسائل التي توصل إلى التقوى، وهي معرفة الحق والهدى للسير إلى الله عز وجل وفقا لذلك الحق والهدى، وهي إما أوامر وإما نواهي وإما أخبار. فالأخبار تصدق والأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، وأن تكون العبادة لله عز وجل وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع وعلى محدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون مبنية على وفق الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا قلت إن طالب العلم عليه أن يحرص على معرفة الدليل في المسائل المختلفة، ليكون بذلك عارفا بالحق من مصدره ومن منبعه، ويكون بذلك أيضا عبد الله على بصيرة وعلى حق وهدى. ولهذا قلت إن أساس دين الإسلام مبني على قاعدتين: إخلاص العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله. تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون بمعرفة الأوامر والنواهي، لتمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي. ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع أن يحصل أسباب التقوى بالابتعاد عن جلساء السوء ومجالسة الأخيار الطيبين الذين يعينونه على نفسه والذين يكونون عونا له على طاعة الله. فهذه من أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى، من أسباب تقوى الله عز وجل مجالسة الأخيار ومجالسة الناس الطيبين والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن هذا من أسباب تحصيل من الوسائل التي توصل إلى كل إنسان يحافظ على تقوى الله ويلازم تقوى الله فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل فيقول: كيف يعرف المسلم أنه من أهل التقوى؟ يستطيع أن يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى إذا عرض أعماله وأقواله على الكتاب والسنة، فإذا عرضها على الكتاب والسنة ورأى أنها مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن هذا هو الدليل على أنه من أهل التقوى وعلى أنه استفاد. إذا عرض أقواله وأفعاله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى أنه يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات استجابة لأمر الله ورغبة في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فهذا هو الذي به يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى. ثم أيضا يكون يعني إذا عمل الأعمال الطيبة يكون بعدها خيرا منه قبلها، فيكون يعني يزداد بصيرة ويزداد هدى ويزداد ثقى. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي وصيتك لشباب التزموا بشرع الله وأدوا ما أمرهم الله ثم بعد ذلك انتكسوا بعدما كانوا ملتزمين والعياذ بالله؟ ما هي الوصية لهم وما هي الوصية لنا؟ هل يجب علينا أن نزورهم وننصحهم أم نقطع العلاقة معهم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. أولا فيما يتعلق
فيما يتعلق بالشباب المسؤول عنهم وهم الذين كانوا على التزام واستقامة ثم انحرفوا، فهذا والعياذ بالله ضلال بعد هدى. ولكن الواجب على من له بهم علاقة أن يحرص على ردهم إلى الصواب وإلى ردهم إلى الجادة. هم تنكبوا الجادة وحادوا عن الجادة، ولكن على إخوانهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على هدايتهم وأن يرغبوهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه. وأن الإنسان كونه يكون على هدى ثم ينحرف عنه هذا خذلان، وأن الواجب عليه إذا ظفر بحق وهدى أن يستمر عليه وأن يدوم عليه حتى يتوفاه الله، وأن يحذروهم من أن يفاجئهم الأجل ويحصل لهم الموت وهم ناكبون عن الحق والهدى. فمن حق إخوانهم عليهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على الأخذ بأيديهم إلى أن يعودوا إلى الصراط المستقيم، ما يتركونهم لا يتركون، وإنما يذهب إليهم لينصحوا وليرشدوا وليبصروا وليبين لهم خطورة ما هم فيه من الانحراف ومن الوقوع في المحرمات، لأن الموت إذا فجأهم وهم على حالة سيئة فأمرهم خطير. ولكنهم إذا بصروا بما هم عليه من المنكر وما يعود ذلك عليهم من الخسران في الدنيا والآخرة، وبين لهم أن لزومهم الجادة هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأخذ على أيديهم وأعانهم إخوانهم الذين هم الجلساء الطيبين، فإنهم يستفيدون منهم بإذن الله، فلا يتركون ولا يعرض عنهم، وإنما يزارون ويتصل بهم للأخذ بأيديهم لا للرضا بما هم عليه أو للانبساط معهم وهم على ما هم عليه من الضلال، وإنما لدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الصواب ودعوتهم إلى أن يرجعوا من حق الهدى. فإن من ظفر بحق عليه أن يحرص على الإبقاء عليه وعلى الاستمرار عليه، ومن وفق لحق ثم انحرف عنه فعلى من كان موفقا أن يحرص على رده إلى الصواب وأن يحرص على رده إلى الهدى. ومن المعلوم أن سورة الفاتحة مشتملة على دعاء عظيم في آخرها وقوله اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، بحاجة إلى التثبيت على ما كان عليه من الحق والهدى، وعلى أن يحصل المزيد من مما يقربه الله عز وجل، فيكون سائلا الثبات على الموجود وعلى تحصيل ما ليس بموجود. فهؤلاء الذين انحرفوا من كان موفقا عليه أن يحرص على الاستمرار على ما كان عليه من حق الهدى، وأن يحرص أيضا على رد هؤلاء إلى الصواب وأن يدعوهم إلى الحق ولا يتركهم فيصيرون كريسة للشيطان ويصيرون إلى الضياع وإلى البعد، بل يقربون ويرشدون ولا يبتعد عنهم فيبقون في عماهم وفي ضلالهم، وإنما يؤخذوا بأيديهم إلى الحق والهدى. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أصابكم الله. كثير من الإخوة في أسئلتهم يعبرون عن حبهم للشيخ في الله ويطلبون من فضيلة الشيخ أن يكرر زياراته المباركة أو زياراته المباركة إلى مثل هذه البلدة الطيبة. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.